فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله ليلة البارحة أنه لا يشرع تخصيص يوم لزيارة القبور، يقول: إذا كان هذا اليوم كيوم الجمعة لأجل أنه يوم عطلة، فهل يجوز لي يوم إيش؟ عطلة، فهل يجوز لي أن أخصصه لذلك؟ إذا كان ما يتمكن إلا يوم الجمعة ما في بأس، لكن أنه يتحرى يوم الجمعة ولو كان فارغ ما عنده أشغال ولا يروح إلا يوم الجمعة يقول هذا أفضل، هذا لا، هذا لا أصل له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.